وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري خلال جلسات الحوار الوطني، أشار وزير التنمية المحلية الأسبق عادل لبيب إلى أنه بالنسبة للإدارة المحلية فإنه يجب وضع قانون متكامل يعمل على تقييم الإيجابيات والسلبيات في القانون الحالي. وأضاف لبيب أن هناك عملا كبيرا تم في البنية الأساسية بمصر منذ عام 2015 وحتى الآن. بالنسبة لقانون الإدارة المحلية الجديد، ان احنا لابد ان احنا تطول فترة الحوار شوية، لسبب لان احنا لابد نحط قانون متكامل. احنا مش متكامل لان احنا زي ما قلنا في جمهورية جديدة، الجمهورية الجديدة لابد تكون على اساسها كل حاجة، الاساس فيها قوي جدا. احنا يمكن شفنا دلوقتي في الفترة الحالية من 2015 لحد دلوقتي، شفنا العمل الجبار الايام دلوقتي على مستوى مصر كلها بالنسبه للدور البنيه التحتيه الرهيبه اللي ماشيه دلوقتي على مستوى مصر كلها، ودي يمكن انا بقول يعني طفره ما حصلتش ابدا، وبالسرعه والانجاز السريع وكله، بشرط ان انا بشوف كتايب عمل. يعني انا جاي النهارده من اسكندريه، جاي على طريق الصحراوي، انا شفت لقيت النهارده مش عمر ما في حياتي ما شفت عدد كم عربيات ترصف طرق بالشكل اللي انا شفتها. دي حاجه طبعا انا بعتبرها ده من ضمن الانجاز، لان العنصر الوقت مهم جدا في كل حاجه. اذا لابد نقيم اللي حصل الفتره اللي فاتت دي كلها، ونشوف ايه السبب، ايه الاجابات اللي فاتت كلها، وعلى ضوء نشوف السلبيات اللي فاتت في المحليات كلها السابقه، ونبدا نحط القانون. لان القانون لابد، القانون المحلي ده بيمس كل بيت في مصر، بيمس كل قطاع، بيمس كل هيئه ومؤسسه في مصر.